السعادة لا تحتاج إلى معجزات، كل ما تحتاجه قلب متسامح ووجه مبتسم وقناعة بالنصيب وثقة تامة بالله. كنت أعتقد أن أسوأ شيء في الحياة هو أن تكون وحيداً، لكنه ليس كذلك. أسوأ شيء في الحياة هو أن تكون مع أشخاص يشعرونك بالوحدة. لتمتلك إرادة قوية، عليك أن تؤمن بقدرتك على التغيير والنمو. الإرادة ليست مجرد قوة خفية، بل هي نتاج العزم والتصميم. تبدأ بالتخيل، حيث ترسم في ذهنك صورة لما تريد تحقيقه. ثم يأتي العزم، الذي يتطلب منك أن تقرر بثبات أنك ستسعى لتحقيق هدفك مهما كانت العقبات. وأخيراً يأتي الجهد، حيث تعمل بجد ومثابرة لتحويل تلك الأحلام إلى واقع. تذكر، الإرادة القوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له، وإن كان فر من الزحف.